عاشور مراد حيرة في مكون في تحويل وتثمين مادة المرجان. الصالون الدولي هنا رانا نجول للاحتكاك وتبادل الخبرات والتعريف بالمنتجات المحلية تاعنا التي تتمثل في مقتنيات من مجوهرات في الحلي التقليدي من مادة المرجان. رانا نسوقوا للمنتوج تاعنا ونروجوا للمنتوج وللسياحة، والحمد لله يعني لقينا صدى كبير في المعرض الدولي هذا، يعني وين جاوبنا مع مختلف الفئات من الجمهور، والحمد لله يعني كان عندنا اقبال كبير اللي داو من عندنا المنتوج هذا، وكانوا فرحانين يعني بالسعر، سواء بالسعر ولا سواء بالمنتوج. اغلى خاتم يعني يوصل حتى ل 25 الف دينار، وسنسلة وصلت حتى ل 500 ألف دينار. يعني هنا نرجع إلى 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 كيما لي شوا، كاين بريمير شوا، كاين النوعية الجيدة، كاين النوعية المتوسطة، وكاين النوعية رديئة على المنتوج تاع المرجان. وين ما تكون نوعية يعني جيدة، وين يكون السعر تاعها يعني أكثر. وهذا السعر يعني باش نقول لك حاجة، هنا رانا نشرو من عند لادوان بليزون شير، يعني وكان جا الكوراي يعني المرجان مفتوح يعني راح تكون الكميات كبيره، راح تكون لا فاريتي كاينه، يعني السعر راح ينخفض. مي كي تكون الماده الخام راهي منعدمه، شبه منعدمه نقولوا، على خاطر نشرو خطره في العام ولا في ثلاث سنين يعني من لاسيزي تاع الادوان، على هذيك السعر يكون شويه مرتفع. يعني نعطيك صراحة، الأجانب اللي جاو شرا جاو عندنا دي فرونسي، جاو عندنا دي إيطاليا، روماني، اللي جاو شراو كانوا ساتيسفي. علاه؟ على جال السعر، يعني الشونج تاع الدراهم تاعنا باش تبدلوا تكونفاري بالأورو، يعني عندهم بري سامبوليك. هذا المرجان يعني في الدول الأوروبية راهو ما يتمسش، راهو غالي. حاجة اللي راهي دير عندنا هنا 20000 دينار راهي دير عندهم 500 أورو. يعني كي تجي دير فرق برك تلقى ديفيرونس كبيره. بصح هو تجي 20000 دينار 100 اورو تجي يعني بري سامبوليك، على هذيك اقتنعوا. يعني نقول لك الرقم واحد في المشتريات تاعنا اللي شراوهم دي زيترونجي، سواء سواح اجانب سواء اللي مشاركين معنا في الصالون الدولي هنا.